عندما يصبح لليل زمن تخلد السماء للنوم ويسهر القمر طال السهر. ومن راديو الغد مساء الخير. مساء الخير لكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تتابعونا، كل التحية الجميلة لكم وين ما كنتوا دايما عم تتابعوا الراديو الغد طال السهر. ابتدى في هذه اللحظات عم نكون معكم وتكونوا معنا دايما مستمعينا كل يوم اثنين وخميس. أكيد كل التحية لكم أينما كنتم. حسام بالإخراج، هاي سامو. شو اليوم سمعنا أرتنا العصفورة عم حضرنا شغلات حلوة كتير 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 عظيم. التحية الأبرز رح تكون مني أنا جورج غرام، رح رافقكم مايكروفون. موضوعنا اليوم بيخوف شوي، بيخوفنا نحن رجال، ولكن موضوعنا اليوم بيفتح قريحة النساء إلى أبعاد كثيرة جدا، ويمكن اليوم ما تخلص الحلقة الله أعلم. يعني أنا جاي فرشتي معي ومخدتي والأمور كلياتها، وعساس أنه اليوم نام بالإزاعة لأنه شكل الحلقة اليوم رح تستمر للصبح. الله يسترنا. يا الله، خلينا نبلش حلقتنا السريعة مستمعينا ونقول وهلأ صار فينا نقول بلشنا. كل تحية أكيد لألكم عن جديد مستمعين أينما كنتم. هو موضوعنا لليوم يا الله يستر، والله ما جاء عبالي بلش الموضوع اليوم، بس ما بعرف ليش قلبي قامطني يا جماعة. يعني الله غضب علي اليوم اللي حط هذا الموضوع، ليش ما بعرف والله. حدا بيجيب الدب لكرمه؟ أنا شخصيا. يلا أوكي، موضوعنا اليوم مستمعينا يقول ما هي الأسباب التي تدفع الرجل للكذب على شريكة حياته؟ والله يسترنا. شو الأسباب اللي بتخلي الرجال يكذب على حبيبته؟ شو الأسباب اللي بتخلي الرجل يكذب على زوجته؟ يا ترى على فكرة، بس مشان تكونوا بالصورة، كل الرجال بتعترف إنه هي بتكذب، هي مشان يعني ننهي الموضوع، يعني مشان من البداية، يعني إنه دائما الرجل دائما بيكذب. أوكي صح، بيقولوا الكذب من الحرجال، يا مأمنة بالرجال مثل مأمنة بالمي بالغربال، والرجال ما لهم أمان وإلى آخره من هذا الكلام الحكيب. أكيد نحن بنبصم لكم فيه بالعشرة وشو ما بتكون، يعني بنبصم لكم فيه دائما، بس الفكرة مو هون. الفكرة إنه ليش بيكذب الرجل على المرأة؟ شو مرة سألتوا حالكم هذا السؤال؟ اليوم في عندي يعني كذا يعني تعليق اجاني على اليوتيوب عم يقول لي انه يعني حلو كثير الموضوع، انه ليش دائما اليوم عم تحكي هذا الشيء، اليوم الحلقه لازم تكون كثير مولعه نار، هيك عم يقولوا اليوم بالكومنتات. يلا اوكي، خلونا انا وياكم نروح ولا ما نروح؟ نروح. اوكي منروح لنسمع قائمه الارقام وبنرجع على اتصالاتكم. قلبي بلش يدق. للتواصل أكثر والمشاركة في برامج راديو الغد اتصل على كورك 0750-555-8889 0750-888-1115 أسيسيل 0772-888-1115 وعبر الفايبر والواتساب 0737-777-337 وللتواصل عبر الاسماس 0772-882-3838. حسام عم يقول لي الكنترول عم يضوي. الاتصالات الله يستر، كله نسوان اليوم. غرقان
فينا نقول هاي لريناس، هاي رنوس، يسعد لوقتك، نور الكنترول رنوس. ايوه ويدور. هاي من اجمل اغنيات كان عندي ايام هاي بالتسعينات على فكره، يعني من اجمل الاغنيات. وقت نزل هذا الالبوم كان بتوقع يمكن قبل اخر البوم حلو لمحمد فؤاد، بعدين راحت هالايام. هلا الشغلة اللي بدي اياكم تتاكدوا منها اليوم مستمعينا، انه انا اليوم ما راح اكذب عليكم باي شيء، يعني صدقا ما راح اكذب عليكم باي شيء. هلا بيقولوا دائما انه الرجل لما بيكذب ليش بيلجا للكذب، يعني بيقولوا انه يعني الرجل احيانا بيبدا الكذب بكلامه المعسول. اوكي، دائما نحن لما بنبدا دائما المرأة بتبدا بقى بتصدق بقى انه هي بتكون يعني امرأة عادية، فهو بيساويها بريجيت باردو يعني أو بيساويها مثلا هيفا وهبة، إنه واو شو حلوة، بتطير العقل لك أنا وين كنت لما أنت خلقتي، الله وين كذا، يا بعد روحي أنت، يا روح قلبي، يا تقبريني. من هذا الكلام بيبلش الرجل الكذب. هيك بتعتقد المرأة طبعا، أنا ما رح ألكن، يعني أنا اليوم يعني عم أعملكن هيك أقاويل، فبتكون صدقوني صدقوني، ما بتكون صدقوني ما بعرف، قالوا لي انت كذاب اليوم، يعني بالنهايه انا رجل، يعني ما هيك. في معنا اول اتصال، بس بعد ما نروح حصان وبنرجع. يلا، والعكس المتوقع، انا اليوم متوقع انا اليوم اسمع اتصالات نسائيه كثيره جدا. في معي اول اتصالين ذكوريات، معي ابو سعيد، يسعد اوقاتك ابو سعيد. مرحبا ابو سعيد. ألو، مساء الياسمين، كيفك يا أبو سعيد؟ أنت معي؟ ألو، عم تسمعني؟ أنا عم بسمعك، كيفك يا أبو سعيد؟ بسمعك. كيفك؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير. أبو سعيد؟ والله أبو سعيد ما نكون أنت. أوكي، بناخد بالشين. مين؟ بالشين، نعم. أيوة. شو بالشين؟ أبو شعيب. ابو شعيب، اوكي ابو شعيب. نعم، شو شباب؟ نعم، ابو سعيد. ابو شعيب، اخيرا عرفتني. اهلا وسهلا فيك. طب انا شو اعمل، انا رديت عليك على التليفون يا ابو شعيب، شو اخبارك؟ اهلا وسهلا وميت مرحبا فيك، كيف امورك، شو اخبارك؟ تمام، انا بدي شارك بالخزنه. بدك شارك بالخزنه، يلا اوكي، خليك معي ليوم الجمعه لكان على الخط. ايوه، لا بس بدي اسئله دينيه حصرا. طيب يلا خليك معي على الخط لكان، يلا اوكي. ان شاء الله، حاضر. ايوه، شو تبقى معي هلا ليوم الجمعه؟ لا انا بدي شارك معاكم. يلا ابو شعيب، يلا يا روحي ابو شعيب. ليش بتكذب على شركة حياتك؟ على فكره من جمهوركم الصامت. طيب شكرا كثير لك. ليش بتكذب على شركة حياتك؟ ليش انت بتكذب على شركة حياتك؟ لك هلا ما تقول لي ما كذب، هلا ليك هلا لا تعمل لي فيها المدينة الفاضلة، وانت الرجال المثالي، وانت الى اخره، كلياتنا بنكذب، بس انت ليش بتكذب على حبيبتك او على شركة حياتك؟ ليش الرجال بيكذبوا؟ اول شيء الكذب هيدا مباح، يعني شريعة عليك. انه مباح. مين عطاك الاذن انه مباح؟ هات لنشوف، اعطيني يعني في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. انا على فكره خارج الشريعه، يعني إيه؟ بقول لك قال الله وقال الرسول، يعني ايوه، يعني فتيت لنا اياها هلا. يعني انت عم هيدا من الكذب المباح، يعني أول كذب بالحرم، يعني كذب المراه الرجل على زوجته. يعني انت هلا فتيت لنا اياها هلا. فتيت لنا اياها. طيب ليك الحياه ما تمشي. طيب ليك، بعيدة عن الشريعه، خبرني بالحياه اليوميه، ليش بتكذب؟ ليش نحن بنكذب؟ نحن كرجال بنكذب على شركة حياتنا، ليه؟ شو السبب؟ نخاف لنا كلاكي، بس هيك؟ اوكي ابو شعيب، شكرا كثير لك، يسعد لي وقتك، صامت وبحبكم كثير يا روحي انت. شكرا يا ابو شعيب، كل التحيه اكيد لك. في اهضم من هيك؟ في اهضم من ابو شعيب؟ رهيب، فتالنا يا الزلمه وخلاص امورنا. رهيب جدا ابو شعيب، كل التحيه اكيد لك، نورتني ابو شعيب، يسعد لي اوقاتك. مع انه الحلقة اليوم لازم تكون رايقة، بس ما بعرف هيك شكلها جنة من الاول. على فكرة يعني هلا في موضوعين ليوم الخميس الجاي،
يعني موضوعين انا احتار فيهم. اوكي يا موضوع عن الرجال يا موضوع عن عن الموصل. لنشوف بقى شو رح يكون من هون لوقتها. اكيد رح ناخذ كمان اتصال جديد معي عازف الموصل. مرحبا. الو مرحبا. مساء الخير، كيفك؟ شو اخبارك؟ كيف الصحة أستاذ؟ أهلا وسهلا فيك، نورتنا يا غالي. الله ينور عليك وعلى الكادر جميعا. يا مرحبا. هات لنشوف، جاوبنا على هذا السؤال بدون كذب. إيه؟ نعم صراحة أستاذ العزيز، قول. ما في كذب بالبداية، ما في كذب مباح وكذب غير مباح. طيب أوكي. لا هو عم يمزح يعني هو. أنا ممزح ما يعني كذب منتهين منه. إيه هات لنشوف. بس نحن ليش؟ بسببين. ليش الرجل بيكذب على شركة حياته؟ هون السؤال. وجهة نظري لسببين. ايه فضل. السبب الاول انتقاص من المرأة، يعني يعتبرها كائن ضعيف، بيعتبرها انه ناقصة عقل. نعم احتراماتي للنساء، بس يعني بيصدقوا، يعتبرها بانه كائن يعني ضعيف، انه بيصدقوا اي شيء الخطية نساء. مسموحة له وهي الخطية مسموحة لها. طيب اثنين اكو كذب، يعني هو مو مباح، ولكن رجل يكذب حتى لا يخرب البيت، العش الزوجية أو عش الخطوبة أو عش هذا، يعني بيخاف على المصلحة، يعني بيخاف على مصلحة بيته. مصلحة ومصلحة عظيم. لأنه عنده احتمال أطفال، عنده أولاد، عنده نعم. يعني ما يريد يخرب بيته. نعم. هو عنده غريزة بيها، بس ما يريد يخرب الحياة الزوجية مالته، لأنه اكو اسباب، يعني هاي سبب جدا مقنع السؤال هذا. طيب والله أنا ما تقنعني، أنا بدهن هن يقتنعوا. انا من عندي مقتنع، انا بكل شيء مقتنع فيكم بكلام الرجال، بس هن نشوف شو اذا بيقتنحوا او لا. اللي انا مع احتراماتي لكل السامعين، نعم 60 الى 70% من الرجال يكذبون لهذا السبب. اوكي هو عنده تكيت او موظف او مدير كبير او حتى لو يعني كل الشرائح موجوده اجتماعيه. تمام. طبقات. تمام. فتلاقيه يكذب حتى يمشي حياته لتكيت. أه. حتى لا يصير مطلق. أوكي. او يصير او اطفال لا، يعني هاي سبب حلو. جدا مهم. أوكي. يعني لسبب يعني هيك بريء، خلينا نقول لسبب كثير منيح. هلا نسرين بتقول اولا بيكذب رجال لانه كذاب بكل بساطه، اثنين لانه ما في رجل بيغلط وبيعترف انه غلط فبيكرر كذبته. ايوه كذبه دبل، يعني كذبه هون وكذبه هون. طيب ماشي الحال. هلا في عندي ايضا اس ام اس بتقول اكذب حتى يصدقك الناس، تقول اصيل هميم متقشمر بحنيه، اذا ما بتكذب ما تحبك النساء يا صديقي. شو هالحكي يا ابو حميد؟ معقوله درجه؟ ايضا في عندي روعه بتقول مساء الخير جورج، تحياتي للجميع وكادركم، الموضوع كتير حلو، تحيه لحسام المخرج. بعض الحين الرجال يكذبون على زوجاتهم، الحياة تمر بها بحلوة مرة. أوكي ما عندها مشكلة روعة بهذا الموضوع، يعني تمام عظيم جدا جدا. كمان في عندي أيضا اتصالات. أوكي صار في عندي اتصال معي وليد. مرحبا وليد، يسعد لي مساك أحلى وليد. ألو راح وليد، ناخد مدام نادية. مرحبا مدام نادية، يسعد مساكي. ألو مدام نادية، تحية مسائية جميلة لألك من هون لأمريكا. بعتقد وصل الصوت لأمريكا. خلينا نجرب. ألو يا ألو يلا ها إلا ما يلقط الصوت. أوكي ناخد محمد حميد وبعدين نرجع لعند مدام نادية لحتى بيكون زبط الصوت. مرحبا محمد، كيفك؟ السلام عليكم. وعليك السلام، والله شو اخبارك؟ شلونك استاذ جورج؟ حبيب القلب، اهلا وسهلا فيك. تحياتي لك ولا كل المستمعين والمستمعات. تحيه كبيره لك يا غالي، اهلا وسهلا فيك، نورتني يا محمد. قلبي تسلم. يا مرحبا، هات لنشوف يا محمد، اتحفنا من الاراء. بالنسبه لي يعني بما انه خاطب جديد، ايه زين. أيوه. ما حاولت انه اكذب على المراه. أيوه. او على شريكه حياتي. طيب يعني بتصدقك يعني هلا اذا سمعنا بسبب دموعها، اي او عدم تقبلها للموضوع مثلا اللي اني ناوي اطرحه. اوكي زين. فتخليني اغير بعض الكلمات. أيوة. لازم اكذب. اوه بسبب انك انت لانك بتحبها بتكذب. طيب انت ما جربت مثلا انك انت ما جربت؟ وأنا بالنسبه لي يعني ضعيف امام دمعة المرأة، يعني اي مرة تكون، سواء ان شريكة حياتي ولا كانت اختي ولا يا ويلي انا يعني يا ويلي على قلب الرجال، قلب خصايا. طيب ليك محمد اسمع لك. طيب ليك
حبيب القلب ليك انا 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 ماني حبيبتك، انا شاب مثلي مثلك ماشي اوكي. يلا خلينا نطلع كل شيء عنا كله ورائنا. اسمع اسمع لاقول لك، انت ليش ما جربت تحكي للحقيقه؟ بركي هالدمعات ما بينزلوا بحياتهم مثلا. هو احنا اتفقنا على انه نحكي الصراحه. أيه؟ لو كان يعني مثل لو ايش ما كانت الصراحه يعني كل واحد يحكي اللي عنده. اوكي تمام. أوكي؟ عظيم حلو هذا الاتفاق. انا من استمريت بالموضوع شفت يعني انه أيه؟ مثلا انه تتعصب او أيه؟ انه طب ارجع ارجع اذكر بالاتفاق، ارجع اذكر الا انا وياك من كنا متفقين هيك، انت ليش غيرتي؟ ما هي المشكله يعني المشكله النساء دائما اي دائما يعني احيانا تختلف بالاتفاق. بتخل بالاتفاق لانه هي خلت بالاتفاق فانت كمان خليت بهذا الاتفاق، انت هيك قصدك صح؟ لانه هي خليت انت خليت كمان بالاتفاق. بس انا بتعرف شو محمد برايي يعني انا اتفقوا يعني دائما انه ترجعوا تحكوا هذا الموضوع. برجع بقول لكم اتذكروا الكلام اللي قلت لكم اياه تبع كره الثلج، كثير مهم انه هاي المشاكل تنضب قبل الزواج، مهم جدا لانه صدقوني هي كلياتها عباره عن كتل 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 تكبر. الكذبات تقتل احيانا يا جماعه، تقتل الحب، ديروا بالكم. على ما يبدو مدام نادية صارت جاهزة حتى نقول لها مساء الخير. يسعد لي وقتك مدام نادية، كيفك؟ ألو؟ ألو مرحبا مدام نادية، كيفك؟ شو أخبارك؟ بس تعلينا شوي صوتك لو سمحتي. ألو؟ مدام نادية عم بسمعك أنا. ألو؟ كيفك مدام نادية؟ والله عم بسمعك، والله العظيم عم بسمعك. ألو؟ أنا ما كنت عم بسمعك. أوكي هيك صارت الصوت تمام، عم تسمعيني؟ انا والله عم بسمعك. ألو. شو اخبارك؟ الو عم بسمعك والله 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 العظيم. راحت مدام نادية. اوكي كمان مستمعينا اجمالا بحياتنا يعني الرجل بيقولوا انه بيكذب لانه هو احيانا بيخاف من قول الحقيقه، فبيقول لك انه ردات فعل المراه العنيفه على بعض الامور، لانه ردت فعل المراه بتكون كتير عنيفه احيانا، مشان هيك بيكون الرجل بده يكذب، بده خلص دير باله مثلا انه خلص ماشي الحال. فهي اول ما بتبلش انه تضرب بشيء بالحقيقه فبلش فورا بيصير هذا الغضب يستشيط وتستشيط غضبا كبيرا جدا، يعني اجمالا هي بتفقد صوابها هيك بيقولوا. طبعا بالمره الثانيه اكيد الرجل فهو رح يكذب حتى يتجنب هي المشاكل لانه هي الامور ما بتستحق اجمالا، هيك بفكر فيها الرجال. اوكي يعني السبب الاول هو المراه، يعني انا لما قلت لك الحقيقه عصبتي، طيب ماشي الحال، طب خليني اخبي عنك هالمره لاشوف راح تعصبي، اكيد ما راح تعصبي. فهذا السبب الاول الذي بسببه الرجال يكذبون على النساء، لانه رده الفعل الاولى بتكون كتير صعبة بالنسبة للنساء لأنه هي ما بتصدق أنه الرجال عم يكذب عليها، أنه خلاص أوكي طيب ماشي هي الزلمة قال لك الحقيقة، طيب أنت ليش ما عم تصدقيه؟ ليش هيك عصبتي لهالدرجة؟ ليش بدك يا يكذب عليك؟ هي من الآخير يعني. وأخيرا مدام نادية صارت معنا هلأ، أعتقد صار اتصال جاهز 100%. مرحبا مدام نادية. ألو ألو مدام نادية. طيب مدام نادية رجعي حاولي تصلي فينا لو سمحتي لحتى نقدر نحن ناخذ الاتصال بشكل جيد، على ما يبدو المشكله من عندك وليس من عنا للاسف. مدام نادية باي باي. ادريسو مرحبا ادريسوف، كيفك يا ادريس؟ هاي ادريس. مساء الورد. مساء النور، شو اخبارك ادريس؟ كيف امورك؟ والله الحمد لله، انت شلونك؟ اهلا وسهلا يا احلى ادريس، يسعد لي اوقاتك. أنا بعرف إدريس أنك أنت ظريف وحباب ولذيذ وما في منك تمام، ولكن يعني في أسباب تدفعك لحتى تكذب على شريكة حياتك يعني أو البنت اللي بتحبها، يا ترى شو هي الأسباب يا إدريس؟ شو اللي تبرر لي إياه مثلا؟ برر لي إياه. لا أنا مو حبيبة كذبت عليها، صديقة. إيه أوكي، ليش بتكذب عليها؟ لان يعني شو اقول لك، ما ردت تزعل من عندي، فقلت له على شغله وقتها راجت من عندي حيل يعني وشبه ما زعلت يعني. ايه يعني نفس السبب اللي حكيته انا من شوي. ايه يعني هي بتعصب كثير
فانت مشان ما بعد متعصب مره ثانيه فانت خلص صرت تخبي عنه وتكذب علي صح؟ ايه وقتها شلون قلت لك سويت نفس انه على اساس نسوي بها مقلب وضحكت ولا قالت لي بعد لا تسوي بها هذا المقلب. الله حلو طيب عظيم كثير. طب انت لا تقل دم كمان مع المخلوقه يعني في بنات ما بيمزح معهم يا ادريس. لا ما ابي شغله انا ما اكذب بس هاي المساله خلتنا نكذب صراحه. شغله ثانيه اكو بعض الصديقات يعني اكو عندي صديقه مثلا اسمها على اسم واحدة من قرايبي. طيب. شو أسوي؟ أدز لها رسالة. بعدين أقولها وأنا متوهم أو أرمش لها أو أقولها متوهم ما يدقر على بنت يعني على قرايبنا. شو هالمزح هذا؟ شو هال... والله 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 لو 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 بنت عم تمزح معه والله شو بدي أقول لك؟ منيح والله ما هيك بيعملوا لك شيء قتلة والله يا أدريس. البنات لا قلت لكم بس مو كل المرات يعني. شو أي كل المرات خلص طفشتهم أدريس أنت مشي الحال. طفشتهم. اوكي بس والله مش كنت يعني صادق مع اي بنيه. ليش؟ ايه ليش عم تخلي لها انت مجال لحتى تكون صادق انت وياها؟ ما خلص طفشتهم كلهم يا ادريس يسعد دعواتك. ما عم يخلي له صاحب ادريس ابدا ولا مشتاق لك ولا شيء. خلاص كرهتك أنا حين إلى أبد الآبدين. خلاص عم تسمعوا طال السهر. أوكي خلونا كمان نستقبل اتصال جديد معي دينا. هاي دينا مساء الخير زينة. مرحبا يا زينة. هلا مرحبا. مرحبتين شو أخبارك؟ الحمد لله. أهلا وسهلا فيك. أنت أول اتصال أنثوي معي اليوم يعني تخيل. أول ما عم نخلي نحن أي مجال للبنات إنه يتصلوا بس أنتوا غدرتونا هلا أنتوا. أوكي أوكي يا زينة خبريني هاتي لنشوف أنت برأيك ليش الشباب بيكذبوا على شريكة حياتهم؟ شو الأسباب اللي بتدفعهم إنه هنن يكذبوا إجمالا؟ لأنهم جبانين. يعني ما بيقدروا يواجهوا يعني عدم المواجهة. ما بيواجهوا. يا لطيف. طيب اوكي طيب شو اللي بيمنعهم من عدم المواجهة؟ شو اللي بيخليهم؟ ما اعرف يعني بيخافوا منكم مثلا؟ بتخوفوا انتوا او شو؟ لا مو خاف بس انا بقول لك جبانين. اوكي ايه لكل شبان بيسمعني اللي بيكذب هو جبان لانه هو بنات تدمرت من ورا الكذب. اوكي يعني انا بدي اسالك يعني طيب اوكي الرجال يعني انت من وجهه نظرك انه بس انه هو ضعيف لانه هو يعني الضعف هو اللي ما بيخليه يواجه يعني خليك رجال قول الحقيقه. طيب بركي انت عصبتي مثلا بركي انت خانقتي بركي يعني ما يعني قالوا لك انه خلص انه انت عصبتي انا ليش حتى ارجع بده يجنب حاله هاي المشكله شو بتقول؟ لا هو الكذب يعني هو تتكلمها رح يبين. ايه اوكي ما اختلفنا بس هو عم يقول الحقيقه بس انت عم تعصبي. لا ما اتعصب احسن ما اعرف يعني بعدين يصير شغله مو زينه. اوكي وعلى فكره استاذ انا اول مره اتصل. اهلا وسهلا فيكي. طيب اوكي شو بتقولي له للرجال اللي بيكذب؟ بقول له انت جبان. يا لطيف انت جبان. اوكي بس انت ليكي احيانا بتحبي الرجال يكذب عليكي صح ولا لا؟ لا لا هلا عن جد لا بيني وبينك ليكي ما حدا عم يسمع. بس انا اسفه وحده من يعني البنات متدمره من ورا الكذب اعرف هذا الشيء. اوف اوكي يعني هو تدمر لانه هو يعني كلامه معسول كان مثلا او شيء او دمرك بهذا الموضوع؟ لا هو من بدايه كذب بعدين يعني صرحني. ايه يعني كذب انه بيحبك ولا كذب بشيء كثير كبير؟ كذب بشيء كثير كبير ولا كذب انه قال لك بحبك؟ ايه لا كذب انه علقني يعني علقي انا بيه. ايوه وبعدين يعني هذا على فكره يعني هذا من انواع الاحتيال من الرجال فاكيد انا معك يعني معي ايه انا معك يعني حق يعني. هو يعني كخوف لا اخسر الكذبه. اوكي طيب يلا ماشي الحال لنشوف شو راح يقولوا الشباب هلا والبنات كمان راح يتابعوا هذا الموضوع في شغلة كتير مهمه. شكرا زينة يعطيكي الف عافيه كل التحيه اكيد لك ولكن في شغلة بدي اقول لكم اياها. نحن صح عم نحكي اليوم هذا هيك بموضوع بشكل هيك يعني مهضوم شوي وعم نحكيه باسلوب لذيذ بس فعلا يعني هلا يعني قيموا عن اي مزح او اي شيء. الكذب احيانا بيدمر
مثل ما قالت شوي زينة يعني هذا الموضوع بيدمر يعني ما بتخيلوا قديش ممكن يعمل أي شيء. فأكيد الرجل بهي الحالة فهو أنا بعتبره أنا مانو كذاب، أنا بعتبره هو محتال وهو إنسان يعني مثل ما بيقولوا شلون بيقولوا يعني هلأ هي ما أنا كذبية ولا احتيال، بيقولوا أنه هي يعني شغلة كتير كبيرة مثل كأنه عم يرتكب جريمة. بكل الأحوال لما بترتكب جريمة بتدمر إنسان أو خلص ما عاد يعني هذا الشخص ما عاد يوثق بأي حدا كرمالك أنت كرمال حضرتك. فتأكد أنك ارتكبت جريمة بهذا الموضوع لأنه النساء إجمالاً هن مرهفات الحس وهن بحاجة دائماً إلى حنية وإلى صدق، وإن كان بالبداية فهو بحاجة جداً لهذا الصدق. أوكي على فكرة بهي الجملة مرقت كذبة من نصيف، تمام مرقت كذبة من نصيف. أنا الوحيد اللي بيفهم عليكي ما تصدقي، ها هي نصيحة للبنات، ما تصدق يوما ما رجل بيقلك أنا الوحيد اللي بيفهم عليك ووعك تقلي له أنت الوحيد والله اللي بتفهم علي يا فلان. هون بقى بحس حاله سلطان زمانه، بحس حاله أنه يعني خلاص صار هو شو بيسموها تبع هدول المسلسلات التركية ما الله ما أتذكر. أوكي بيعملك سلطانة وهو السلطان وإلى آخره ما بعرف شو، بس الفكرة أنه ما حدا بيفهم عليك قد أهلك يا جماعة، ما حدا يفهم عليك قد أهلك بس فقط لا غير، أبوك وأمك بس. أما الشخص الثاني ممكن تحبيه يحبك تعود عليه تعود عليك، ممكن تأسسي أنت وياه بيت، ممكن أوكي منه بيفهم عليك 100% لا أوعيك، وخصوصي بالبداية وخصوصي بالبدايات. هلأ ممكن بعدين يفهم عليك تفهمي عليه، إيه ممكن يعني بصير بعدين هذا الشيء بحكم العشرة بسموها أول عشرة محبوبي يا عيني. بس الفكرة وين؟ الفكرة أنه دائما لا تسقي أحيانا أنت يعني عدم مؤاخذة يعني الصبايا كمان عندهم بعض الخبلات ببعض الأمور، يعني هن كمان بيحبوا أنه شخص أنه دائما يعشمهم بهذا الكلام ويخلي هدول البنات يخلوا حاله يشوفوا حاله أنه هن شغلة كتير كبيرة. برجع بقول لك انت شوفي حالك انك انت قيمي حالك لحالك، يعني انت انسانة عادية تمام. هدول النجمات اللي بتلاقيها مثلا مثل فلانة وعلانة دول بتلاقيهم بالتلفزيونات هدوليك كابين عليهم مصاري ليوم المصاري ماشي الحال، حاطين عليهم مصاري كتير يعني حاطين ان كان عمليات تجميل ان كان اعلانات ان كان وراهم ناس بيخلوهم يبرزوا هيك بشكل كتير كبير بشكل فظيع. هلا مثلا أعطيكم مثال، يعني قبل شوي كان طالع نانسي عجرم مثلا، أوكي نانسي عجرم كانت إنسان كتير طبيعية كتير 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 طبيعية جدا. تخيلوا مثلا إجاها مدير أعمال اللي هو جيجي لامارا واللي عمل شغلة كتير كبيرة، عمل صنع ستار صنع نجمة من 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 لا شيء. نانسي ما كنا نسمع فيها أصلا من زمان إذا بتتذكر، وما عندها غير غنية تبع شيل عيونك عني تركني أعرف غني، مو هيك في عندها غيرها كان ما في عندها غيرها هي أي الغنية. شافها لذيذة حلوة بينشغل عليها، عمل عملية تجميل لأنفة تخيلوا 3 مرات عمل عملية تجميل، طبعا هذا مو كلامي هذا كلام نانسي، 3 مرات عمل عملية تجميل لحتى يعني منخارة زبط مثل ما هو بده إياه مثل ما هو راسمه. يعني لما بتاخدك شركات الإنتاج بتخلقك مثل ما هي بدها مو مثل ما أنت بدك. فهو لا تخيلي مثلا شاب يقلك والله واو أنت يا فشرت هيفا وهبي قدامك، فمعلش يعني كمان لا يكبر عقلك كثير ويصير بالون يعني وآخر شيء يطير لمحل ما نعرف وين يصير. اوكي اكيد رح ننتقل كمان لاتصال جديد معي حموده. هاي حموده يسعد لوقتك حموده المدريدي، كيفك يا حموده؟ يسعد لي مساك بالمحبه والسعاده بدرجه ذهب ومساء الخير على اخويا حسام. اهلا وسهلا يا حموده يسعد لوقتك. والله الامور محبطه والله استاذ جورج. ليه والله ضايج وما حتى مالي خلق هسه نورس قبل بدا البرنامج. ايوه اللي بالبيت قاعد من النوم. ايوه والله طلعت عليك عيوني وتعرف مقفل واحد النوم، قلت له اخي شكرا. يعني هلا انت متنكد يعني انت هلا يعني متضايق؟ مو يعني متضايق. ايوه اوكي متضايق وبتصل لحتى تنكد علينا نحن كمان. مو لا انت لك يعني ما اتصل عليك انت حاجتك بقى هلا عم تنكد علينا هلا صاير انت هلا مثل الضره هلا انت هيك. اوكي يلا يا حموده هات لنشوف، احكي لنا ليش شو الاسباب اللي بتخلي الرجل يكذب على شريكه حياته؟ شو السبب استاذ جورج؟ مرات يعني اكو كذب
يعني من كذب يريد اختبار واكو كذب محترمات الرسامة. هو متعلم على هذا الشيء يعني متعلم انه يكذب يقدر عن شركة حياته متعود على هذا الشيء يعني بحكم العلاقات الزايدة يعني عافية اختعت بسبيل يحافظ على أمور العائلته. حلو طيب. هذا الشيء غلط. هو المفروض الإنسان اللي يحب اللي يحبك شريكة حياته من كل قلبه إن ما يكون يكذب عليه نهائيا. أوكي. يعني مرة من المرات نهائيا 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 هاي شريكة الحياة هذه يعني بتزبط إذا نهائيا ولا لا يعني يعني تزبط أستاذ جورج تزبط أنا أستاذ جورج أستاذ جورج أنا أكثر المرات بنطلع برنامج طال السهر أو مع ستأسيل أنا ما تجي انتقادات. أنا الحمد لله أني ما أعرف أبالغ. أنا سؤالي كله بالواقع. أما إذا ما سأل بالواقع أعطيك التجربة وكراي. طيب أحكي أنا لي يوم أستاذ جورج أنا قبل فترة ذكرتك بسالفة قلت لك أحد أصدقائنا وأحد قرايبنا من ما تقول قرايب الوالد يعني زوجته والله العظيم كل شيء ما يقضي عليها يجي مباشرة. اليوم أنا حكيت مع فلانة اليوم فلانة خبرتني بس أكو شخص ظل يعني واحد من الناس أصغر منه سنا يعني أصغر منه ترى ما يصير أنت تمشي بهذا الطريق دائما تقضي على زوجتك وتنكد عليها. بس أنت برأيك طيب أوكي أنا بدي أسألك أنت برأيك حمودة هلا نعم. شيل أي شيء هلا عم حكيك أنا عم حكيك هلا شاب لشاب ماشي الحال تمام. وحتى سؤال حتى سؤال الوالدة يعني الله يخلي لك إياها تسلم ربي يحفظك والدتك إلا الله يسلمك إلا بينحكى كل شيء للمرأة بس هيك سؤال سأل هذا السؤال هي شو بتقلك انت شو بتقول صح 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 الوالده قالت لي انا معك صحيح تمام بس اكو اذا الشغله تخص حياتنا احنا الزوجيه لازم نحكي بيها اكيد أمور طبيعي طبيعي بس اكو امور لا ما نحكي بيها ايوه هي الامور هي الامور اللي نحن عم نسال عنها شو الاسباب اللي بتخليك تخبي عنا هذا الشيء او تكذب عليها يكذب عليها خايف لا يخسرها لا تخسرها اوكي يعني بتخاف من رده فعله طيب قبل شوي زينا استاذ جورج رده الفعل انا ما اخذت اكملك على مدى رده الفعل اللي صار واني حلفت يمين انا عندي استعداد اذا سوي اليوم اذا سوي مقلب بجورج غرام صديقي عندي استعداد من هنا للشام امشي معك من هنا لبغداد امشي معك وسوي المقلب انا ما ابتسم ابد ما اضحك اسوي طيب. حزين وكئيب ايوه عظيم ممثل شاطر انت استاذ جورج قل لي حبيبي قل لي فأني قلت النورة صالح للدوام قلت النورة أسرح عشان يعرف نورة صالح عندي شركة حياتي إني خطبها بس ما صادق خطبت أصلاً هذا القسم قلت له راح أسوي هذا المغرب قال حمود يا أخي أسوي هذا الشيء قلت خلنا نجرب قال جورج أنا جيت على سال هذا المركز يعني مركز الطلاب يعني يجتمعون بما يسمونه سنتر العشاق فأنا وقفت مقابلة قلت أسولف له السالفة أوكي أنا بسير رحنا استفدت منه يوم يسرع مقابلي وقع نهاية أوتوماتيكيا وقع من سالفتي طيب عظيم أوتوماتيكيا وقع بالقاع طيب قال شراء للمستشفى يعني أنا حلفت طيب سؤال اللي بعد ما سي مغالب سؤال أخير نعم زينة قالت قبل شوي إنه الرجل اللي بيكذب بيكون ضعيف اللي ما بيواجه بيكون جبان شو بتقول أنت أنا أشوف الشخص اللي 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 ما يواجه أنا أشوفه كذاب وما عنده شخصية أوكي وطيب وإذا واجه وهي زعلت شو بتعمل تصطفل بهاي الحالة ما تكون هي حرة أستاذ جورج مو كل رجل اكو واحد يعرف يسولف دوزا يعرف شلون يسولف الامور اكو واحد قبل يقول اذا كمثال انا قبل خام اقول انه رسب وجهه انت خبل قبل الدور اقول له غلط هذا الشيء لازم اجي انا هيك سياسه واقول له هسه انت ازولك جمله مفيده بسيطه يلا اوكي انا بدي تدور جول انت تتقوت تتصل الجول خصم شلون قبل اتصال إذا مو جملة متكتكة أنت ما تصل الجول نهائيا ما تصل الجول طيب ماشي الحال على كل حال يعني الجملة التكتيكية هي قصده لهذا الشيء حمود المدريدي هو إنه نحن يعني نوصل بس بطريقتنا الخاصة أوكي هاي كلها اللي عم تسمعوها كلها مبررات كلها مبررات وإذا أنتم مقتنعين فيها أكيد مستمعينا اتصلوا فينا وحكونا وخبرونا عن هذه المبررات إذا أنتم يا ترى اقتنعتوا فيها أم لا هلأ ليس عم يقول مرحبا جورج نحن الرجال لا نكذب بل نجامل كل فتيات وبكفي أن نقول كيدهن عظيم ما هو المجاملة هي كذب يا عبد الحلال هي تجميل لكذب فاتن بتقول مساء الخير جورج وحسام بدي أسأل زوجي شو السبب اللي يخليك تكذب علي بيقول لي أوه أسباب كتير أوكي خلي أبو حسوني يتصل فينا ويحكي معنا ويعني
عسى انه يكون سمع الحلقه اليوم. اوكي في عندي ايضا اس ام اس بتقول شمس مساء الخير جورج اللي بيكذبوا بيعيشوا بسلام، تحياتي لك لحسام، تحياتي لريناس. اوكي يا شمس كل تحيه اكيد لك. اللي بيرتاحوا اللي بيكذبوا بيرتاحوا، عظيم جدا، وانتم بتحبونا نحن نرتاح صح. اوكي قمر الزمان بتقول هي بالاصل الكذب وسيله غير مفيده بين الزوجين، ولكن يضطر الزوج استخدام ليس القصد منه اخداع زوجته او خداع زوجته، ولكن الاسباب طلباته الشديده. حلو قمر الزمان، حلو، وشهد شاهد من أهلهم، عظيم حلو. شكرا كثير لك يا أمر الزمان. بس ليكو هلا أنا ما عم أقول أنا اليوم، انتبهوا اليوم الحلقة مخصصة للنساء، يعني أنا ما أقول إنه البنات ما بيكذبوا، لسه لكم حلقة طولوا بالكم، ولكن اليوم نحن عم نسأل ليش الرجال بتكذب على وشو الأسباب بتخلي الرجل يكذب عليه على حبيبته. خلونا نسمع رأي ملاك. مساء الخير لملاك، كيفك يا ملاك؟ مساء الورد، مساء الورد والياسمين، شو اخبارك يا ملاك؟ ان شاء الله تمام. بخير اخبارك؟ اهلا وسهلا، الله يسعد لي هالمسا يا رب. تفضلي يا ملاك. والله يا استاذ الورد الرجال كلهم يكذبون. اوكي ليش؟ شو الاسباب برايك؟ حتى يبينون بطلين او اي شيء، يعني شوف نفسه بتكذب انه شيء حلو عنده. ما قنعتيني، اقنعيني اكثر. والله العظيم يعني ماكو يعني ما شفت حياتي واحدة ما تكذب كلها. طيب اوكي نحن كلياتنا، انا عم بعترف وكل الرجال بتعترف، عم تقلك انه نحن كلياتنا منكذب، بس انه ليش نحن منكذب عليكم انتو كنساء؟ ليه؟ شو السبب؟ يعني بداية من الكلام المعسول بالبداية، لما بيتعرف عليكي، لما بيحبك وكذا وكذا، ودخيل عيونك ودخيل هالحكيات الحلوين والى اخره من الكلام كله يتشبه. طيب ليش؟ انا عم بسألك ليش؟ شو الاسباب برايك؟ خلص كله كذب، ما اختلفنا. اوكي ايه حتى يقنع البنت تحبه هيك، شلون يقنعها؟ بالكذب. ايه بالكذب، هو كله يقنعها بالكذب. يعني تصدق يعني يتعرف عليها خلال 10 دقائق يقول والله حبيتك دخلت، وهي بتصدق وبتصدق. طيب ليه؟ ليش بتصدقوا انتو؟ ليش بتصدقوا؟ شيء بعد لا ما عندهم عقل والله. لا 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 طولي بالك. لا طولي بالك ليكي، هو من غير شيء نحن كرجال عنا هي العقدة من هي القصة. يعني نحن ابسط شغلة بالواحد بيقول لك انه عقلك قليل، عقلك صغير. لا انت صحيح والله. لك لا 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 مو صح بنوب ملاك، انتوا عقلكم بيوزن بلد صدقيني، يعني انتوا أزكى مننا بخيرات الله. بس صح ما بيطلع لكم معنا احيانا، ولكن يعني البركة كيدا كنا عظيم يعني. بس انه لا ما صح. طيب لا ما صح استاذ، ما صدقوا هلا مو شرط، بجوز هو لفترة هذا الكلام بعدين تكتشف حقيقته فتنفصل عنه. طيب نحن اليوم بدنا نوفق الـ يعني هدف الحلقة اليوم لحتى نحن نوعي الصبايا، وحتى كمان بدنا الشباب يقولوا لنا انه ليش هن هيك بيعملوا. يعني في أكتر من سبب، إذا سمعتينا من أول الحلقة لهلأ أكتر من 45 دقيقة عم نحكي بهذا الموضوع. يعني الفكرة انه نحن يا ترى كرجال، إذا أنت بدك توجهينا رسالة، شلون أنا بدي أقنع البنت إن أنا بحبها مثلاً، أو إنه مثلاً شريكة حياتي تضل معي طول العمر؟ أنت كبنت شلون بدك شلون بدك يعني أنا أقتنع بكلامك؟ شلون؟ ليلي حلو أعطينا نشوف. أستاذ جورج الحقيقة شو ما كانت لازم أواجهها بأي شيء، ليش يتبني؟ طب وردة فعلك؟ طيب مو محسوبة ردة فعلك؟ لا عادي. شلون لا؟ ما أنت إذا أنا مثلاً أنا بحبك أوكي؟ إذا جيت مثلا أنا بحبك، إذا قلت لك مثلا أنه أنا اليوم والله شفت رفيقتي مثلا وبالجامعة وسلمت عليها وقعدنا شربنا فنجان قهوة أنا وياها مثلا بالكافيتيريا، طيب أوكي أنت شو بدي يصير فيكي هون؟ بدك تجني صح؟ عصبية إيه صحيح. طيب أوكي يعني المرة الجاي ما بقول لك هذا الكلام، حتى لو شفتها، حتى لو تزوجتها يمكن ما عاد قل لك. لا بس الحقيقة دائما أحسن. طيب أوكي حقيقة أحسن، بس أنت عم تخليني أقول الحقيقة، أنت عم تجبريني أخبي عنك صح؟ شوية عصبية مو مشكلة. لك شلون مو مشكلة؟ طب إذا قلت لك مرة جاية، قلت لك مثلا رجعت شفتها مرة جديدة وقعدنا وهي عزمتني على كاسة شاي، شو بتعملي بهالحالة؟ أكيد رح أجني كمان.
طب اوكي نحن رح نوفر عليكم هذا الجنان ونكذب عليكم لكم ونخبي عليكم لكم ما رح نشوف حدا ونحن كثير ملتزمين من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. اوكي مستمعينا متابعين معكم خلونا نوقف ونرتاح مع هاي الغنية ونرجع. للتواصل أكثر والمشاركة في برامج راديو الغد اتصل على كورك 0750-555-8889 0750-888-1115 أسيسيل 0772-888-1115 وعبر الفايبر والواتساب 0773-777-33-7 وللتواصل عبر الاسماس 0772-882-3838. بكل الأحوال مستمعينا رجعنا معكم بعد هالاستراحة البسيطة اللذيذة الظريفة. أكيد رجعنا بموضوعنا لليوم بطال السهر، شو هي الأسباب التي تدفع الرجل للكذب على شريكة حياته؟ سمعنا اليوم كتير 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 من الأفكار وسمعنا كمان من المبررات وسمعنا، ولكن يعني العنصر النسائي اليوم قليل ما بعرف ليش. بس خليني أخذ اتصال معي مها من بلجيكا. مرحبا يا مها. ألو نغم. مرحبا يا نغم. الو نغم. مرحبا نغم. الو نغم اسمعيني من التليفون وليس من الستريمينج لو سمحتي يا نغم. كيفك نغم؟ نغم ما بنخلص اليوم نحن. عم توصلنا هلا بقى اخذ بقى لا شيء نص ساعه وحتى ترد علي نغم. طيب اوكي راحت نغم. اوكي بناخذ شوق. مرحبا يا شوق. الو 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 مساء الخير. مساء النور. كيفك يا شوق؟ اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ والله تمام خير ان شاء الله. تمام يسعد لي وقتك يا شوق، نورتينا. شوق برأيك يا ترى يعني شو الأسباب اللي بتدفع الرجل للكذب على شريكة حياته؟ شو نعم تسمعني شوق كمان من بلجيكا ولا لا من الموصل؟ طيب اوكي شو سكتتي شايف شو شو لا بس الصوت كان قطع فما سمعت السؤال. اوكي ما سمعتي سؤال الحلقة اليوم؟ اليوم نسأل انه شو الأسباب اللي بتدفع الرجل الكذب على شريكة حياته؟ شو رأيك؟ والله أستاذ جورج الرجل أنا اللي عارفه انه ما يصير يكذب، يعني مو يكذب ما بيصير يكذب. ما كل الرجال بتكذب، ما هو الكذب من الحرجال. ايه عارف أستاذ جورج بس كذبة عن كذبة بتختلف، يعني مثلا اذا كذبه بسيطه او يعني هلا نحن اذا بدنا نضحك على حالنا بنقول كذبه على كذبه بتختلف، لانه هو بالنهايه كله كذب ان كان هيك ولا ان كان هيك. شوف ان كذبه انه تجرح بها شخص او انه توعده بشغله. طيب أو اوكي تخلص أو شغلة. طيب اوكي يعني جاوبيني ليش الرجال بتكذب؟ جاوبيني ليش الرجال بتكذب على حبيباتهم؟ شو لانهم مو رجال. شوف استاذ جورج حكي لك شغله، يعني مو رجال ما كلياتنا بنكذب، يعني كلياتنا مو رجال. لا تحياتي يعني مع احتراماتي للرجال الزينين، ممكن يعني انت مثلا انت هسه تقدر تكذب على بنت توعدها بالزواج او ايوه زينة. اوكي هي الكذب هي بيسموه الكذب المحرم، هذا بقى الكذب الحرام. اوكي ايه يعني هنا بالصف ينكذب. هلا هي عمليه نصب صارت، هلا هي عمليه نصب واحتيال حقيقه، وهي المفروض يحاكموه عليها. انا معك وبصم لك بالعشره وغيره. شوف استاذ احكي لك شغله صار في وياي يعني هالاسبوع، وانا شويه صحتي يعني حيل تعبانه. اوكي انا كنت احب شخص من شخص يحبني. طيب علاقتنا طالت سنتين على امل انه راح نتزوج ووعدني بالزواج. اوكي هو يعرف كل ظروفي، يعني يعرف انه انا منفصله وقلت له يعني انت تقدر تكمل وياي واهلك؟ قال ايه اقدر وعادي وما بيها شيء. اوكي بالايام الاخيره بدا يعني هو يتغير. كل ما احكي وياه قال لي مشغول او شيء، يعني اعرفه كذب مو عذر، اعرفه كذب اعرفه عاد يكذب. ومرات اساله اسئله يعني وانا اعرف اجوبتها 100% اعرف جوابها شنو، بس تكذب علي وأطنش أقول يلا عادي ما يخالف يجوز
هو غير شغلة بباله. قبل أسبوع يعني واجهته الكلام، قلت له اللي حكينه كاف، يعني أنت اللي وين راح تصل؟ يعني شنو هاي صالحه بسنتين؟ يعني هما شنو؟ قال لي شوف يا حكي لك الصراحة، إذا تريدين تخيريني بين الزواج وبين إنه يعني أعوفك فعوفيني من هسا أحسن. يعني بهاللحظة بالأخير يعني بعد فوات الأوان هسا صار إنه قام يصدق مع الكذب، هسا صار صادق يعني، بس بالأول كذب. يعني نصيحة لكل الرجال لا تكذب. لك أنت عم تفوتي بموضوع كتير حساس على فكرة، يعني هذا الشيء رسالة موجهة بشكل كبير جدا للأشخاص الذين يخادعون. هذا شخص برجع بقول لك مخادع نصاب ومحتال. صحيح، وأقول يعني شغلة الكذب، يعني مثلا أكذب على شغلة بسيطة يعني خفيفة، يعني حتى إذا عرفت نقبلها منكم، بس لا تتقلوا كثير الكذبة. إيه يعني مثلا أنت كذبت علي حشك استاجوش، كذبت علي شغلة يعني كذبة بسيطة عادية، مثل ورا أسبوع عرفتها أنها كذب أو شغلة حشك، فيعني أتقبلها عادي. يمكن تصير مثل مسحة أو شيء، وإذا قل لك ليش كذبت يقول والله إذا حبيت شغويات أو حبيت خافت عن مشاعرك أو شغلة، حتى إن كان ويا حبيبته وإن كان ويا زوجته أو شغلة عادي، بس هذا بعض كذب يعني كذب تبني عليه وعود ووعدش ووعدش وأي شغلة بس صح يطلع كله كذب. صح، الحبيدك ببصم لك بالعشرة أكيد يا شوق، وكل التحية والاحترام أكيد لك، وأنا معك وبأزرك وبشد على إيدك أكيد حول هذا الموضوع. هذا الحب اللي بيسموه هذا كله اسمه حب ترلالي. سو هالحب ترلالي ماخ في محل وأكيد هذا الحب ترلالي كتران هالأيام وكتران بحياتنا، وللأسف يعني هلأ انتبهوا في شغلة كتير مهمة بنحكيها. حكت كلمة هلأ شوق عم تحكي هي من حرقة قلبها على فكرة، وإذا بتسمعوا صوتها فهي الصادقة 100% ومليون بالمية، ولو هي مانا مجروحة لهالدرجة ما بتحكي بهي الطريقة، ما بتحكي أبدا أبدا بهي الطريقة، لأنه شيء كتير مهم اللي حكته. بس نحن كشباب نحن إذا بدنا بس نفكر لما نضحك على بنات الناس اللي هن بنات عيال بنات يعني بيوت خلينا نقول، وهن يعني مربيين على العز مربيين على أصول، بس أنت فكر بشغلة، فكر بأختك، فكر بوالدتك، فكر بكرة ببنتك إذا بكرة مثلا صار عندك بنت. صدقوني يا جماعة اللي بيفكر بهي الطريقة أنه يضحك على بنات الناس وبيضحك على بنات العالم، تأكد تماما وتأكد تماما أنه الدنيا دولاب، رب العالمين ما رح يتركك، الدنيا دولاب رح تبرم هالدنيا كلياتها، وآخر شيء هذا الدولاب يرجع لعندك مثل ما بتقول صباح برم الدولاب ورجع لعندي. هذا الشيء اللي بدنا نحكيه انه انتبهوا يا جماعة، يعني رب العالمين ما بينسى، ما بينسى حدا أبدا، يمهل ولا يهمل، لأنه رب العالمين هو اللي بياخد حق الناس المظلومين إن كان عاجلا أم آجلا. يا ريت نقدر نحن نستوعب هذا الموضوع، يا ريت نقدر نفهم هذا الموضوع. ما توعدوا الناس، اوكي يمكن تكون انت كذبت عليا، قلت لها بحبك، يعني غريت بهذا الكلام المعسول، بهذه المشاعر، بهذه الاحاسيس، وقد تكون احيانا صائبه. اذا افترضنا نحن جدلا انه هي منا صائبه هي الحكيات وهذا الكلام، فلا تكمل نصيحة، خلاص اعتبر حالك اوكي حكيت غلطت وانسحب، خليها تزعل شوي حتى لو لحقتك هي، اذا انت ما بدك تكمل انسحب، نصيحة انسحب، لا تعلق على هاي البنت ولا تكسر لقلبها، نصيحة. كلياتنا عنا اخوات، واذا ما عنا اخوات ممكن رب العالمين يرزقك بكرة بنت ويجي واحد ويضحك عليها، بس راح تكون العقاب اقوى كثيرا من العقاب اللي انت رح تاخده. اذا انت ما اخدته فهو هذا الشيء رح يكون في عقاب اكبر بس على بنتك. مجموعة من الرسائل ولكن رح ناخدها بعد ما نقول مساء الخير لمحمد سالم. كيفك يا محمد؟ شو اخبارك؟ مساءك الله بالخير على العزيز والحبيب حبيب القلب. اهلا وسهلا فيك يا محمد، يسعد اوقاتك، تفضل يا محمد.
يحفظك الله، تحياتي لك وللمخرج ولكل الكاد. شكرا يا قلبي، تفضل يا غالي. صراحة موضوعك شوي يعني تعرف من يستفزني اطلع يعني، ولا انا حارف ما اطلع يعني الصراحة. طيب اوكي احكي لي شو اللي استفزك؟ دائم صراحة جورج يعني صراحة تستفز الرجل بهذا الموضوع، ما اعرف ليش انا هيش يعني هذا تفكيري. المرأة كنا جاي نشوف وخاصة زمن التكنولوجيا والتطور اللي جاي يصير عندنا. نعم. أنت جاي تشوف الاثنين مناقضين صراحة يعني. وأنا أشوفه بعيني. خلينا نحكي عن الرجل اليوم، خلينا نحكي عن الرجل. أوكي تمام. الرجل أول شيء الرجل أول شيء تكون حماية النفس ومنفعة النفس، هاي الشطرين مهمات دائما عند الرجل. المنفعة تعرف شروطها انه يكون اذا كان على الاسرة او كان شريكة بعد يعني داخلين خلينا نقول خطبة او حبيب، مجرد هاي الاشياء اللي كلمة احبك وهاي الاختصارات اللي موجودة عنده. فماكو رجل صراحة انا ما انا بالنسبة لي ما اقول لك ما ممشي هاي القوانين، انا ممشيها صراحة، بس احيانا الكذب اكو شوية تكون مرتبة عالية ابو لياس، انت تفهم هذا اللي الدايركت اللي دائما يكون خلينا نقول هو مثلا متزوج، تكون الضربات هاي موجعه صراحه الها، بس اكو نواقص تمام عند المراه يعني يضطر انه يكذب، وتعرف يعني هاي الازمان اللي عند المراه يعني هي تحسها تشيء كبير. نعم اي انا حكيت على المنفعة، فالحماية انا اقول لك للأسرة احيانا انه يضطر هم يكون يعني حماية بشغلات يعني تكون بيها مزعجة يعني لازم يتدخل بهذا الشيء، يكون حماية لنفسه بشغلات يعني ما اعرف يعني اذا اقولها يجوز تهتز مشاعر المرأة يعني يقول طيب. احنا شنو الغلط اللي منه. نعم يعني حماية لنفسه وحماية متل ما حمى حاله رح يحمي شركة حياته. طيب أوكي، في عندي مجموعة شوي من الرسائل، خليني لو بدي طول عليكم لحظات. في عندي SMS بتقول أوكي أم رائد مش الحال تواصلنا معك. أم محمد تقول والله الموضوع عجبني كتير، يا ريت أقدر أتصل. أكيد الخط مفتوح وتكرم عيونكم، ونحن أكيد معنا على الخط. عظيم أوكي عظيم. فاتن بتقول جورج عم يسمعك، زوجي وجه له تحية وخليه يتصل، وأنا رح أشوف الأسباب اللي عنده شو. أوكي ناطرتك على نار، انتبه لا تتصل لأنه هذا فخ يا ياسر. أوكي كمان في عندي مساء الخير جورج، رجل يكذب حتى ما يبكيها أو يعصبها أحسن، لأنه بيحكي بصراحة من أول مرة حتى ما يبين كذاب في نظرة وتنعدم الثقة. ما فهمت. طيب أوكي أحمد يقول قليل من الحب كثير من الكذب، وكثير من الحب قليل من الكذب، يعني ما في يعني إجمالا الواحد يعني يحكي هيك بهي الطريقة، لأنه هاي المعادلة غلط، يعني هاي المعادلة غلط، يعني إجمالا الكثير من الكذب يعني ما في حب أساسا، يعني ما في قليل أبدا من الحب. أكيد خلينا نسمع آراءكم مستمعينا واتصالاتكم، ودائما طال السهر. يعني إجمالا هذه الأقاويل اللي عم نحكيها، يعني الشغلات اللي عم نسمعها، بلشنا هيك بالوجع شوي أكتر، هلأ بلشنا بالوجع أكتر لأنه بلش الحديث يروح لمنحة آخر، وهذا المنحة بلشنا نفوت بالجد كتير يعني. تمام بلشنا نفوت بالجد، منروح لعند أم محمد إلا مساء الخير، وهي صارت معنا لايف. مرحبا يا أم محمد كيفك؟ ألو مساء النور سيد جورج، شونك أخبارك؟ سهلا يسعد لي أوقاتك يا أم محمد، كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير الحمد لله، أنا بخير إذا أسمع أصواتكم وأنتوا خير أم محمد، ومتابر ومستمعين الكل بخير إن شاء الله. شكرا أم محمد، بس في رسالة بدي أوصل لك إياها. عيوني أم محمد تسلمي لي يا رب، الله يخليك يا رب، تسلمي يا غالية أم محمد. يعني الحلقة عم تنحط على اليوتيوب، ولا تعمي يطلع اتصالك بالحلقة
عم يتوجه لك تحيات كتير من الأصدقاء الموجودين على البث، يعني أكيد نوجه لك تحية كتير كبيرة، وكل عم يسلم عليك وكل بيدعي لك يعني دائما بالسلامة. أنا أشكرك أول شيء أستاذ جورج، وتحياتي لكل واحد يذكرني والما يذكرني، تحياتي إلهم وسلامات أم محمد إلهم الكل بدون استثناء. شكرا لك أم محمد. تفضلي أم محمد أتحي فينا برأيك. أستاذ جورج بالبداية أنا بالنسبة لي ما أحكي قصتي، فبس عندي كلمة واحدة تحياتي المتصلة أقول لها، إذا أنت سنتين أنا ثلاث سنين ونفس الموقف اللي حكيتي أنت صار بي. حكينا. يعني ما اريد اوضح بس لا ما تريد اللي... لا ما توضحي كيف استقبلتي هذا الموضوع وكيف واجهتيه. تعرفي شلون كيف واجهته؟ انه في الاسبوع اللي واجهني بهذا الحكي انه بعد خلاص ماكو غسمه، فجون جماعه اللي هم يعرفون ابويا فتقدموا لي، فاني بدون ما اعرف الشر راسا وافقت. انا ما واجهته، ما واجهته ولا قلت له ليش ولا ابد، يعني بالنسبة لي ما اهتميت الموضوع، خليتها بداخلي. ما أقول لك ما انقهرت، انقهرت بداخلي وضجت. وللأسف على مع احتراماتي لك هيك أشخاص يتعاملون هيك ويا البنات، فوافقت بنفس الأسبوع. وإذا هو وراء شهر الزواج أنا لا، بنفس الأسبوع يعني طولت كل الخطبة، طولت 15 يوم. فأنا بالنسبة لي عاقبت نفسي ما عاقبت الشخص نفسه. فهو ربني إنجاز. يعني إجت الشغلة برأسك، يعني أنت عملتي الشغلة بحالك. إيه أنا عملتها بحالي، وأنا عاقبت نفسي أستاذ جورج، ما عاقبت طيب الشخص. رسالتك لهدول الناس اللي بيكذبوا بيضحكوا على بنات العالم، واللي بيقولوا إنه أنا والله حبيتك ودي أتزوجك ودي إياكي، ولكن لأسباب معينة، وأكيد هي لا تخفى على أحد، عم تروح هي الأسباب يعني أحيانا لدمار بنت. يعني أستاذ جورج أنا عندي نقطتين مهمات. النقطة الأولية أنه أوجه كلامي للشباب والشابات اللي بعد ما متزوجين، اللي يأخذون حذرهم من الشباب اللي يتعاملون هيتشز، ولا يعني لا يمشون بالكلام الطيب من واحد، يعني من شاب حكي لهم كلمة طيبة فمشوا وياه. لا أتوعى، صدقوني إذا يحكي وياك كلام طيب فيحكي ويا ثانية ويا ثالثة، لا تأمنون بهذا الشيء. واللي مع احتراماتي للرجال اللي يكذبون، صدقني حتى ما يخلق مشاكل، حتى تستمر العيشة طيبة ويا زوج وزوجته. أنا أحكي هسه كلامي. إحنا بالنسبة لنا أني ويا الرجال، النساء عندهم إذا ما الرجل يكذب عليهم ما تمشي أمورهم، ما يمشون بالكلام الصحيح. هسه جاء الشخص، هسه جاء زوجك وحكالك الكلام الصحيح، ليش ما تمشي بالكلام الصحيح؟ إذا ما يكذب عليها ما صدق، يعني الكذبة صدقها والكلام الصحيح ما صدق، وثق بي يعني ما تثق بالكلام الصحيح بس تثق بالكذبة. فأحنا بالنسبة لنا يعني أنت عم تنصحي، أنت عم تنصحي هلأ كأم لبناتها، عم تقولي لهم انه انتبهوا، يعني ما حدا يعني انتبهوا مشان ما تخربوا بيوتكم، خليه صادق معك احسن ما يكذب عليك. صدقني حتى اذا يجرحها بالكلام وهو صادق فخليه تمشي وياه. احنا عندنا مثل يقول امشي ويا لبكينك ولا تمشي ويا المضحكينك. طبعا اكيد صدقني، بيقولوا فرح للي بيبكيك ولا احنا بالنسبه لنا قلوبنا طيبه، احنا قلوبنا طيبه استاذ جورج، احنا نمشي بالكلام الحلو. من واحد حكى لي كلمه طيبه فراسا مشيت وياه، فاكبر غلط والله العظيم انه اثق مع احتراماتي الى كل الزينين بهيك اشخاص. نعم. فدائما الشخص يتوعى بهذا الشيء. نعم. دائما. يعني انا اوجه حكي لكل الشابات انه المر علينا لا يمر عليكن، ودائما تاخذين حذركن. كل الاحترام لك. تحياتي لك استاذ جورج، موضوعك الجميل، تحياتي لكل من يسمع ام محمد. شكرا يا غالي، سعد لي اوقاتك. والله الكلام اللي حكته ام محمد يعني كلام ام عم تحكي لبناتها، وهي ما عندها بنات. قالت لي الحلقه الماضيه انه هي عندها شابين الله يخليهم، وهي جده هلا صارت ام محمد. يعني شو بدي احكي انا اكثر من هيك؟ بعد كلامك يا ام محمد ما في كلام، انتوا عم تنصحكم، يعني الام عم تنصح بناتها، عملك حتى لو بكاكي بس خليه يكون صادق معك، حتى لو جرحك خليه يكون صادق معك، خليه يحكي لك كل شيء، ما تخليه يكذب عليك، ما تسمحي له يكذب عليك ابدا ابدا. يعني خلي انت عقلك الكبير، ما تخليه يستصغر عقلك ويقول لك انك انت عقلك صغير، وكله هذا الكلام يتبع في المستقبل.
وأيضا في معي اتصال مع حوراء. يسعد لي مساك يا حوراء، كيفك؟ أهلا. شلونك يا حوراء؟ الحمد لله تمام. أهلا وسهلا ومرحبا، يسعد لي أوقاتك وكل التحية أكيد لك. اليوم الموضوع وصلت للأخير، لأن كان فعلا نظيف لما نجيت حصلت آخر اتصال. يلا هاتي نشوف، احكي لي. اليوم الموضوع صراحة أو كتير. علي لي شوي صوتك حوراء لو سمحت. اليوم الموضوع أو كتير. احكي لنا هاتي نشوف، شو الأسباب برأيك اللي تدعو إلى أن الرجل أنه يكذب؟ ليه؟ أوكي، بالأول نحن مو ملاك علينا، على المثال نحن بشر كل يعني نكذب ونغلط، هذا هو الشيء. أوكي. ثاني شيء إنه يعني واحد يكذب يكذب يعني إنه كل الكذبة بالنص، يعني بالنصاف في المانجو نحن بالعراقي. نعم. يعني كذب كذب، يعني مثلا كذب إنه ما يعني أعرف شخص بشيء ما يتأجرح، أو مثلا يعني حتى لا أخسر. وبالآخر ليش حتى كذب؟ أصدق الصراحة أحسن. يعني ليش إنه حتى إذا أنت إذا أحد يعرف إن أنت تكذب عليه، يعني بالآخر راح تخسره، بس من البداية أقول له صدق الصراحة أحسن. يعني برأيي، يعني سمعت آراء المستمعين كلهم، يعني كان يعني خوش آراء صراحة. أوكي. طيب، شو رسالتك للشباب؟ خبريني شو رسالتك للشباب؟ رسالتي للشباب إنه لا تكذبوا، يعني وانا وانا محد من عزلوا غلط من الكذب، والبنات انه يعني لا اي شخص بيحكي معكم بقلكم كلمتين حلوة بالسيدو، يعني كبنت منصحكم هيك. طيب شو رأيك بكلام محمد قبل شوي اللي قالته؟ والله كنت على اتصال بس سمعت انه يعني تقريك انه هي عم تنصح البنات كبنات، هي ما عندها بنات. بس يعني حلو هي اللي حكيته، انا ما سمعت. طيب اوكي ماشي الحال، شكرا كثير عليك، كل التحية لك. تحكي بالأخير وهذا رأيي. شكرا واكيد رأيك يحترم، كل التحية أكيد لك. في بعض الأمور مستمعينا ما بتوافق عليها المرأة، واللي بتكون لسبب بيعتبر الرجل أنه مو مقبولة بالنسبة له. هي المعضلة اللي بتسمى الكذب بتكون أحيانا أنه هي موضوع طبيعي بالعلاقات الطويلة اللي بتكون زوجين وكذا إلى آخره، لأنه مستحيل ما بأنه الرجل ما لا 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 يكذب أبدا، ومستحيل يكون في تطابق 100% في هذا الموضوع. يكذب الرجل أحيانا المستمعين بأمور قد تجعل نظرة المرأة موقف بالنسبة له مهين، ما بيحب يكون أصغر من الشخصية اللي هو أخدها أو هي هو اللي حبته المرأة فيها، بيحب دائما يكون هو دائما يظهر مظهر الرجل. وكمان الشغلة اللي انتو حكيتوها اللي هو ما بيحب يجرح مشاعره مشان هيك بيكذب. واخيرا وهذا الشيء بيحكيكم يا بكل بساطة، قد يكون هذا الرجل يعاني اضطراب الكذب المرضي، يعني هي نفسيا بقى، لانه في أشخاص ما بيعتبروا أنه أي وسيلة لحتى يشتغلوا عليها أو أي وسيلة لحتى يكونوا فيها لازم يكذبوا لحتى يوصلوا لهي الكذبة، إن كان بشغلهم إن كان بعلاقتهم حتى مع أهليهم بتلاقوا أنه هي الكذبة جابت يعني قيمتها. بكل الأحوال في أشخاص كتار هيك، لذلك بنقولكم دائما لا تثقوا بأشخاص فورا، لا تثقوا فيهم فورا، لأنه في أشخاص هوايتهم وممكن ما تعرفيهم بحياتك، ولا مثلا هو أساسا هو بيصدق حاله، يعني هو بيصدق حاله كيف أنت بدك تعرفي؟ برجع بقولكم هاي الدنيا دولاب ما بتروح غير على الشخص اللي هو فعلا بيروح فيها للأخير، ولكن بيتمنى انه هذا الشيء يتحقق له. ليش؟ لانه هو اساسا بيوصل لسبيل معين عن طريق هذا الكذب. فلذلك دائما نحن ندعوكم انه يعني رويدا رويدا ورفقا بالقوارير.
شكرا لكم مستمعينا، شكرا اكيد لاصغائكم لهذه الحلقه، ونتمنى انه الحلقه تكون اصابت الهدف المرجو خلال ساعه ونصف كنا معكم بالوقت. كل التحيه اكيد لحسام بالاخراج، يعطيك الف عافيه احلى حسوم، ونلتقي انا وياكم وريناس يوم الخميس القادم اذا الله راد لحتى نحكي كمان بطال السهر. هاي تحيه مني انا جورج غرام، كنت معكم مايكروفون، تصبحون على وطن.